اهلا بحضراتكم من جديد. متواصلين معاكم بعظمه لسانه عن الشمالي وضحايا البضاعه الفاسده. خدتوا بالكم من ضمن المعايير او الاكواد الاعلاميه السبعه اللي قلنا لكم دول بيمثلوا مواد الدستور الاعلامي اللي على الجميع الالتزام بيهم لحمايه المجتمع وحمايه المهنه وحمايه قيم المجتمع. واحد من الأكواد السبعة احترام الآخرين، عدم الإساءة إلى الآخرين. أي حاجة تصدر منك فيها إساءة للآخرين اعرف إن أنت متجاوز، اعرف إن أنت مخترق كود مهم. لكن لما نلاقي في برنامج أو نلاقي البحث دايما وأبدا عن سؤال بهدف جذب الانتباه وإثارة المشكلة بين الجماهير، قعدنا فترة طويلة جدا، هو مين اللي حقق بنادي القرن؟ يا عم مش من حقك ولا من حقي ولا من حق اي حد يدعي على حاجه حصل ليها اختيار رسمي من جهه رسميه مسؤوله، هي الجهه المختصه الوحيده اللي تحكم الكره الافريقيه او الكره في افريقيا، الاتحاد الافريقي لكره القدم. حط معايير ورولز على اساسها النادي الاهلي نادي القرن ونادي الزمالك النادي الثاني. وده كان شيء رائع جدا للكره المصريه انك بتختتم القرن العشرين والبطل والوصيف منها. شيء رائع جدا. نيجي بعديها بكام سنة 20 سنة ونلاقي برامج مخصصة كل وقتها علشان إثارة الجماهير في المنطقة ديت. انتهت العملية زي ما انتهت وسكت الكلام، مع ان احنا قلنا اي كلام ياخد الشكل الرسمي يروح لجهات رسمية الناس هتحترمه. بس دلوقتي النغمة الجديدة واللبانة الجديدة ومنطقة جذب الانتباه الجديدة، ونرجع نلوم الشباب بتوع السوشيال ميديا، هو مين شعبيته أكتر، الأهلي ولا الزمالك؟ كده هو مين أقوى على السوشيال ميديا، الأهلي ولا الزمالك؟ مع أنه اللي بيسأل لا يمكن يكون متوقع حاجة غير إثارة اهتمام الناس وأن الناس تأكل في بعضها تاني، لأنه غير معقول. أنت لو سألتني مين أكتر شعبية سين ولا صاد، مش همشي الشارع أعد الناس. إذن أنت بتتكلم على آراء انطباعية، فلما تتكلم على آراء انطباعية تسمع رأي مسيء جدا لجماهير النادي الأهلي، مسيء جدا ولا يتم التحفظ عليه.